السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس. اليوم حلقتنا راح تكون خاصه عن مطار بغداد الدولي، اقامه وجوازات بغداد واليه العمل اللي الناس لتعمل في مطار بغداد الدولي باعتبارهم اليوم مواجهه البلد لكل الوافدين وايضا كل المغادرين، فراح نشوف اليه التعامل ونتعرف عليها. خليكم معنا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بحلقتنا لهذا اليوم وجولتنا اللي راح تخص كل تفاصيل المطار، والان مع العقيد وسام اللي نقدر نقول مدير قسم الجوازات والاقامات في مطار بغداد. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك. ياك الله. في البدايه نتعرف انه اليوم المطار كمطار بغداد شلون جاي تتعاملون مع الناس اللي موجودين، المسافرين الوافدين، لا سيما انه العراقيين والاجانب، طريقه التعامل لربما الناس يجوز اكو اشياء خلف الكواليس ما تعرفها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر قسم اقامه وجوازات مطار بغداد الدولي من الاقسام المهمه والحيويه في مطار بغداد، وهو يعتبر واجهه الدوله وواجهه وزاره الداخليه. عملنا ادخال بيانات القادمين الوافدين والمغادرين من العراقيين الاجانب والعرب، ومنح تاشيرات الدخول للعرب والاجانب، وهذا جزء من عملنا الحقيقي انه نعطي انطباع جميل انه للدوله العراقيه. باعتباركم اليوم انتم مواجهه البلد. اكيد اكيد اكيد، يعني احنا من ضمن التوصيات السيد معالي وزير الداخليه والسيد مدير عام السفر والجنسيه انه نكون على حسن الظن والاستقبال الحسن لكل المسافرين، التعامل الجيد، الحالات الانسانيه، الحالات المرضيه، وكذلك انه التعاون مع جميع الاجهزه العامله في مطار بغداد يكون التعامل الحسن والتعامل الجيد معهم، يعني حتى تجري كل اعمال المطار. المسافر يجري بانسيابيه من الشركه الامنيه الى الجمارك الى الخطوط العراقيه واخيرا للجوازات والى صعود الطائره، يكون على يعني يكون مرتاح في كل الامور ان شاء الله. اليوم يعني كل المواطنين استبشروا خير بفتح المطار امام المسافرين، باعتبار قبل كانت الحد ساحه عباس بن فرناس. اليوم الناس فرحانه بهذا الموضوع، اكو اشياء ممكن بالمستقبل راح تخدم المواطن مثل ما فتحت. ان شاء الله ان شاء الله، يعني هذا من اختصاص سلطه الطيران المدنيه ومباشره بفتح المطار حاليا للمغادرين، وان شاء الله للمستقبل ينفتح المطار باكمله يعني ان شاء الله. اخي وسام، يمكن هواي ناس هنا ما تعرفها وحتى المشاهدين ما يعرفون انه مرات التدقيق وحرص التدقيق من قبل الوافدين سواء عراقيين او اجانب انه ممكن يكلف العراق بخطوط سياسية بمنع من هذا الجانب، فممكن تحدثنا عن هذا الموضوع؟ أكيد، يعني أنه لا سامح الله أنه أي حالة سلبية أو عبور مسافر بجواز مزور أنه هذا أجنبي أو عراقي، زين، هذا يأثر على سمعة الدولة وسمعة البلد ويعرضنا للمساءلة القانونية كجهة احنا اللي ماسكة هذا العمل ومقابلنا الدول كالخطوط، يعني هذا فد مشكلة انه يعني اليوم اذا عبر اجنبي مزور او شلون جهة يتعاملون بطريقة التزوير بالوقت الحالي؟ عندنا مختبر فحص الوثائق المزورة، وهو عندنا من الضباط من أمهر الضباط والمنتسبين، وعندهم الكفاءة والقدرة العالية على كشف وفحص الوثائق المزورة بأعلى مستوى، والحمد لله خلال هذه الفترة اللي 6 أشهر يعني على عشرات الجوازات الأجنبية المزورة ألقينا القبض عليها وحناهم للمحاكم، والحمد لله خلال هاي الفترة ما عبرت علينا أي حالة تزوير للجواز الأجنبي أو العراقي خلال هاي الفترة. زياد بالتحديد خلال فترة هاي الـ6 أشهر. بالنسبة أنا العملي من شهر 11 استلمت، كلفت بهاي المهمة من السيد معالي وزير الداخلية، وما صار عندنا أي حالة تزوير عبرت علينا. يا رب نتمنى لك التوفيق يعني بهذه المهمة، لكن بالتالي أيضا خلينا نعرف أنه اليوم كمطار بغداد
الكاونترات هذه موجوده هنا، موجوده الكاميرات وغيرها. ممكن الناس حب وكره وحكي وحب وحكي، ممكن الانتظار شويه مزعج يحكون كذا. هاي المساله ممكن نقدر نختصرها، نقدر تقدرون تتعاملون وياها بغير طريقه لو هي ما ترهم. يعني احنا هذا يعني انه تفتح اكثر من رحله، اكيد انه عندي متفد اربع او خمس كاونترات مفتوحه، فاكيد هذا يسموه زخم وليس ازدحام، زخم للمسافرين. ويعني تجري الامور بسلاسه، يعني طياره تجي 200 300 مسافر، اكيد يحتاج لوقت، يعني مو كلها تدخل بنفس الوقت. زين، وان شاء الله احنا يعني على بدء مشروع افتتاح البوابه الالكترونيه مثل ما شاهد، هذه البوابة الإلكترونية راح تفتح تقلل من الزخم إن شاء الله، تكون أسرع الحالة. اللي هي هاي نعم نعم الجواز يتم افتتاحها والله، بس إن شاء الله يعني جاي بدء يعني مباشرين العمل بها. يعني هاي شلون راح يتم التعامل؟ هاي اللي يدخل الجواز الإلكتروني الحديث يدخل المسافر بدون اللي يكون الضابط السيطرة خلف الكاونترات. يعني بدون ضابط هنا راح يكون، حتى ضابط يكون خلف الكاونتر يتابع الحاله، خاف يصير عليه توقف او شيء. هذا راح يتم بعد تبديل الجواز العراقي؟ نعم ان شاء الله، اي بدلناه، هو الجواز الالكتروني بدا الاصدار به. يعني زياده يحتاج حتى انه نقدر نقول كملت الجواز؟ ان شاء الله قريب، ان شاء الله ما ضل شيء، يعني قريب ان شاء الله. زين، جديدكم شنو؟ خططكم المستقبليه باعتبار انتم اليوم مو فقط جاي تديرون عمليه، بقدر ما جاي تطورون بهذا المجال، خصوصا انه على التعامل مع الناس، مع السلوكيات وما شابه ذلك. احنا بدينا الحمد لله ان شاء الله يعني نطور من عمل الضباط والمنتسبين، تدريبهم بدورات تثقيفيه، دخولهم دورات لغه انجليزيه، زين، دورات مكثفه، فحص الوثائق المزوره، زين، وإن شاء الله راح نفتتح أحدث جهاز بالعالم لفحص الوثائق المزورة عن قريب إن شاء الله. نقدر نأخذ جولة؟ إن شاء الله. ونشوف العمل اللي موجود. إن شاء الله إن شاء الله. طريقة التعامل مع. إن شاء الله. تفضل. نعم مشاهد الكرام، متواصلين وياكم، ومثل ما تحدث عقيد وسام إنه بخصوص التطورات الحاصلة بالمطار، خصوصاً البوابة الإلكترونية وما شابه ذلك، راح نتعرف عن العديد من الأمور اللي تخص مطار بغداد. خليك معنا. ما شاء الله، شنو هالقيافه، شنو هالجمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. خلينا نتحدث بالبدايه بالزي، ليش دائما حلوين؟ هو هذا زي القسم وزي الداخليه، باعتباركم انتم اليوم واجهه العراق، واجهه البلد، اكيد واجهه مطار، فلازم يعني يكون زي القسم موحد. زين، خلينا نتحدث بعملكم اليوم، انه المسافرين شلون جاي تعاملون وياهم، قضيه الجوازات وتدقيقها، والمسافرين شلون تعاملون وياهم. يعني يجي المسافر، اول ما يجي اول محطه يدخل يقطع بوردينج، زين، وراح يتوجه ضابط الجوازات، راح بي ضابط الجوازات، بعدها ناخذ الجواز ندققه، حلو، ندخل النظام، نختم الجواز ويسافر وتوكل المسافر. وهاي على البوابه الالكترونيه راح تختصر لكم هواي اشياء؟ تختصر طبعا هواي امور، انه الجواز يصير اجراء اسرع، زين، بالبوابه الالكترونيه. ماكو ناس هاي اللي تتذمر، يعني اذا عراقيين او اجانب من يجون مثلا تتدمر من المعامله ومتاخرين، دور شلون تتعاملون اليوم؟ نتعامل ويا احنا التاخير ما يصير من عندنا، اكو عندنا جهاز البايسز، يصير عندنا بيه مثلا تشابه اسماء، يصير عندنا بيه مرات اوامر قبض، فالتاخير دائما يكون من جهاز البايسز مو من عندنا، فنقدر قدر المستطاع انه احنا نتلاف هذا الموضوع. بس ما يتاخر انه على الرحله؟ لا لا ما يتاخر على الرحله، اكيد ما يتاخر على الرحله، شيء يعني شغله دقائق مو اكثر، اي ياخذ جوازه ويتوكل. ضروري لازم تتحدثون اللغه الانجليزيه؟ اكيد طبعا. او سوالف سياده العقيد انه كلكم ما شاء الله؟ طبعا الكل تتحدث اللغه الانجليزيه، يعني المسافر يجي مو من بلدان عربيه، عندنا دول اوروبيه. زين. يجون عده دول. المسافر الاجنبي اكيد اللي يتكلم اللغه الانجليزيه نعامله يعني بالمعامله الصحيحه. شنو المسافر الاجنبي؟ وبخصوص يعني المسافر، عفوا، المعامله مع المسافر الاجنبي تختلف؟ لا لا نفسها، بس هو الاجراء يعني اللي موجود بالمسافر الاجنبي، لان يعني تكون عنده فيزا لازم، اي داخل على فيزا بعد ما نتاكد
يدقق الجواز مالته. فشنو اللي يتطلب؟ يتطلب مثلا مراجعة إقامة أو هاي، نفهمه بالموضوع بأنه لازم يراجع الإقامة أو عنده إشكالات بالفيزا. هذا التعامل. أنا اللي عرفت أنه موضوع التزوير مع الأجانب، ما أجانب أنتوا يعني تجدون هذا التعامل أكيد. ممكن إحنا العراق الأول بهذا الموضوع. بالضبط إيه. أكيد. أكيد أكيد عندنا مختبر إحنا بهذا الموضوع بالتدقيق اللي نشك به، طبعا عن طريق الجواز إذا أجى به شبيه أو على الصورة أو الجواز المزور. فإحنا طبعا يعني مارسيها وخبرات ومن يصير شك بهذا الموضوع يتحول عندنا المختبر اللي هو مال كشف الوثائق المزورة. يعني بعد الشك تروح للمختبر. بالضبط بالضبط اي بالضبط، حتى نقول مثل ما ننطبي القرار 100% اي احنا بالضبط اي حتى نقطع الشك. يعني احنا نتاكد من عند هذا جواز مزور او تاكدت من عند هذا جواز شبيه، بس ليش اقول مثلا خاف ينظلم هذا المسافر؟ نحول للمختبر مال كشف الوثائق المزوره، ويعني على ضوء المختبر هو راح ينطينا النتيجه الاخيره. سياده الرائد، ممكن الناس ما تعرف ايش قد يكلف العراق هذا الموضوع، انه في حال عبر احد المزورين من الاجانب الموجودين ممكن قد حتى الخطوط تنزل. طبعا اكيد اذا صارت هيك حاله هذا الموضوع للناس، اذا صارت هيك حاله طبعا يعني مو بس كسمعه للبلد انه ابو الخطوط راح تلغي خطوطهم مكاتبهم. نعم. احنا علينا هم تصير اشكالات، يعني مو بس كاجراء ابو الخطوط. اذا بالتالي احنا نتمنى انه من كل المشاهدين اللي يتابعونا ان هاي القضيه لازم تفهموها وتدركوها. فعلا يجوز مرات تتاخر او بسبب الزخم الموجود، لكن بالتالي انه هذا الموضوع موضوع التدقيق مهم جدا، اولا للعراق، ثانيا لامن العراق وسمعتنا. لان بالتالي انه اليوم مهما يكون احنا اليوم كمسافرين، حتى اذا سافرنا ممكن خارج البلدان جاي نشوف مو الكل يتعامل وياك بلطافه وسلاسه، هواي موجودين بباقي البلدان يتعامل بحديه رسميه صارم جدا. بالضبط اي، يعني احنا بالنسبه ان احنا كمطار بغداد احنا نعامل المسافر يعني باحسن معامله، كل اذا خاصه يعني مثلا الحالات الانسانيه، كبار السن، هذول باعتبار نعتبرهم المفضلين يكونون يعني بالتعامل. انا اشكركم واتمنى لكم التوفيق. بس اكو شيء فرحني الحقيقه، انه انتم اليوم بعضكم ممكن يقوم محاضرات صار فندق بابل، تعطون دورات كذا. عندنا ضباط تلقى محاضرات. اي نحكي به يعني عندنا نقيب قيد نقيب احمد ونقيب غيث، ذول يعني عدوهم اعداد دورات، اعداد مدربين. دخلت الدورات؟ يعني يدخلون دورات ويلقون اي دخلنا دورات ويلقون محاضرات. يعني ان شاء الله تلقون محاضرات بعد ان شاء الله بالايام الجايه ان شاء الله. الله يعزك. الله يسلمك ويبارك فيك. مع مشاهدي الكرام متواصلين وياكم بتغطيتنا لهذا اليوم، خليك معنا. شلون الحلو حبيبي، حياك الله. كل الهلا. وين رايح ان شاء الله؟ والله ان شاء الله سوريا ان شاء الله يا ربي طريق السلام. الله يوفقك في دول قلبك. عمل سياحه يعني زياره وسياحه وعلاج كل هاي الامور جمعناهن سوا. انا ما بدار اعرف اسمك. علي حبيبي. احنا اليوم انت دخلت للمطار تمام، وسنت بصاله المغادره اللي هي اخر قاعه ممكن مقابلك. ايه تمام بلي. اريد اعرف رايك انه التعامل شلون شفته، تدقيق الجوازات، صار تاخير، صار موضوع نهائيا ماك هذا الشيء، لا تاخير لا سلبيات لا شيء، تعامل كلش حلو ممتاز. يعني من السياره جينا من البيت للسياره هنا ما طولنا لنا ربع ساعه يعني حلو، بعد يعني دقائق نطول نص ساعه نروح للطياره حلو. ماك اي شيء، لا تاخير ولا شيء. هو اليوم الناس مشكورين، شافوا الجواز اخذوا جنطنا ما تاخرت العمليه نهائيا ابد، ماك اي سلبيات يعني من الاخير. احنا ما نقول اكو سلبيات عفوا، بس احنا اللي جاي نقصد انه شكو انه اليوم الناس المسؤولين هنا بالمطار اللي جاي يعملون هي لخدمه الناس، بس لكن ممكن بعض الناس يعني اكو فد نقطه تجهلها ما تعرفها، اقصد المواطنين اللي بعض المرات يصير تاخير او بسبب الزخم التدقيق، لانه تعرف اذا اعطيك هالمعلومه تعرف اذا مسافر مزور عبر من المطار يعني تنسدد خطوط. اي صحيح صحيح، الناس حقهم. صحيح ناس حقهم، بس انا ما شفت منهم، ما بدر منهم هذا الشيء كله يعني حلو. ما صدر منهم لا تاخير لا شيء لا عرقله لا اي شيء، يعني اي اشكال ماكو، مجرد شافوا جوازاتنا
جماعه ختمونا سالونا الامر، جينا هنا قعدنا قاعه مبرده يعني سبار، قاعه حلوه قاعده حلوه، ما صار لنا ربع ساعه وساعه نتوجه للطياره. زين سافر هواي؟ لا لا هاي اول مره. هاي اول مره. شديد منك؟ شو تريد؟ ان شاء الله من تروح وترجع راح تشوف التعامل مال سلطه الطيران السوري. بلي 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 بلي. وشوف العراقيين ايش قد حبابين وحلوين. لا بالعكس اكو بعد احلى من العراقيين. بالعكس بالعكس. انت حلو تخبر. ورده حبيبي فدوى طوله حياك الله. فدوى طولك يا طيب حياك الله حياك. مشاهدي الكرام تواصلنا وياكم بالتالي انه اليوم يعني الناس خصوصا بعد خلي هذا الموضوع اللي نسيته لك انه بعد ما انفتح المطار ايش قد سهلت لك اشياء. دخلت بسيارتك؟ دخلت بسيارتي الخاصة. دخلت بسيارتك وخذيتها باليارة؟ سيارة اخوي جذبنا وراح. لا ايش قد فرق عندك هذا الموضوع نفسه؟ شيء اكيد هواي كنا وين برا نطبق وناخذ سيارة يعني وتكاليف اكثر كانت ووضعيها هسه لا بالعكس ماكو. اقول لك قلت لك من باب البيت لهنا ما صار لنا ربع ساعة. اذا مشكورين بقاعدة. اي شيء اكيد كل الشكر والاحترام لهم يعني على هاي الجهود الطيبة والمبدع يعني مبين اكو شيء ابداع بيه، العمل بيه ابداع بيه يعني شلون نقول فن بالعمل مالتهم يعني انه لا اخروك لا شيء لا عرقلوك. اتمنى لك سفره سعيده. حبيبي انت حياك الله. مشاهد الكرام يعني بمجرد انه المواطن اليوم يشوف التعامل الموجود من قبل الناس المسؤولين والقائمين على مطار بغداد الدولي وايضا افتتاح البوابه اللي كانت سابقا من عباس بن فرناس، هذا الشيء يعني اثر بشكل ايجابي على المواطن العراقي، فبالتالي نتمنى انه سفره سعيده حبيبي تسلم. وان شاء الله يا ربي عمل دائم وموفق. متواصلين وياكم خليكم معنا. طيب علي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم. قديش حلوين وزيكم حلو ويومكم الحلوه هاي الله يحفظكم. اليوم شرفتونا وعلى راسنا واهلا وسهلا بكم. والله واجبنا هذا. الله يحفظكم. علي خل اتحدث عن الموضوع انه ايش كم قاعه اليوم عندنا بالمطار وموضوع المختبرات. سابقا كان مختبر واحد اليوم صار ثلاث مختبرات. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم والسيد معالي وزير الداخلية المحترم، توجيه مباشر للسيد مدير قسم المحترم عقيل وسام الزهيري، عندنا ثلاث صالات احنا هي نينوى وبابل وصالة سامراء. كان عندنا مختبر قبل سابقا مختبر واحد لكشف الوثائق المزورة، حاليا في كل صالة موجود بها مختبر لكشف الوثائق المزورة، وهذا العمل به لمدة 24 ساعة متواجدين لمدة 24 ساعة لخدمة الصالح العام وخدمة المواطنين. اليوم ايش قد انه سابقا كان مختبر اليوم ثلاث مختبرات؟ مثل ما لاحظت انت عندنا احنا كجوازات كل صاله صار فيها مختبر قريب علينا، يعني احسن ما قبل كان نتصل به ضابط المختبر يتوجه لنا لكذا صاله، هسه ضابط المختبر متواجد يمك لمده 24 ساعه، اذا شكيت باي حاله نعطي الجواز او نستدعي ضابط المختبر يشيك الحاله، يعني هاي الحاله ما تطول اكثر من 10 دقائق او اقل. جوازات اللي تشكون بها الخارجيه انه الاوروبيه وما شابه ذلك وغيرها عندكم دايركت اتصال بهم؟ بالضبط ضابط المختبر دائما عند اتصال بجوازات اللي الدول الاوروبيه اللي موجوده، اذا شك بجواز يتصل بالدوله المتجهه لها يقول له هذا صادر جواز كذا يسمح له، فاكيد عندنا منافسات خاصه بهم كذا مسافرين دز منافسات قبل الرحله يشيكون المسافرين. بالتالي هم هم عندهم اتصال بكم اذا شكوا بجواز مثلا برلين او اي مطار. بالضبط نعم. هناك متوفر. الحمد لله والشكر. ان شاء الله يا ربي بوجودكم يعني هواي اشياء تتغير. احنا واقفين هنا في خدمه الناس. والحمد لله والشكر انت مثل ما طلعت حاليا شفت المواطنين وشفت المسافرين هسه مثل عندنا طائره فاتحه حاليا. توجيه رئيس وزراء والسيد معالي وزير الداخليه نحن واقفين هنا في خدمه الناس. يعني باستطاعتنا واكثر من طاقتنا ان نخدم هاي الناس الطيبه شعبنا واهلنا. الله يبارك فيك. واجبكم لكن اكو اشياء انا متاكد فوق واجبكم جاي تقدموها في سبيل انه ناسنا واخوتنا وبعد سمعه العراق. اكيد طبعا طبعا احنا يعني واجهه بلد ولازم نعكس صوره بلدنا احنا الحقيقيه. اليوم اول مسافر يجي يشوفكم. بالضبط اللي يريد يغادر يشوف احنا واجهة بلد العراق عظيم. فعلا العراق عظيم. الحمد لله والشكر. ان شاء الله يا رب دائما العراق عظيم. شكرا رائد علي. اهلا وسهلا بكم. ان شاء
الله يا رب. ودائما العراق عظيم بوجود ناس تحب هذا البلد، بوجود ناس بإمكانها أنه تقدر تقدم وتخدم هذا البلد بأي ثمن بأي جهد أو بأي طريقة. فنتواصل معكم. صديقي شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شلون الأحوال؟ الله يخليك. وين رايح إن شاء الله؟ بيروت. سفرة سعيدة مقدمة من طريق السلام. بداية أنا بدي أسألك أنه اليوم كطبيعة المطار، التعامل الموجود هنا من قبل الناس القائمين، الناس المسؤولين على أمن المطار، وضعية المطار بشكل عام شلون؟ حقيقة اختلف هواي، يعني خاصة إجراءات دخول المطار كانت جيدة، سهلة للغاية، يعني مو مثل قبل. إجراءات كانت معقدة، وتنتقل تاكسي من ساحة عباس داخل المطار للصالة. لا حسن، الحمد لله السيارة قامت تدخل طبيعيا، والإجراءات البقية إجراءات التفتيش في المطار هاي إجراءات روتينية، يعني هاي روتينية، يعني ما بيها فد إشكال معين. يعني ماكو نعم نقدر إنه نقول المسافر يقدر يجي يسافر ويروح بسلاسة، ماكو تعقيدات لا ولا إجراءات طبيعية نهائيا، ماكو أي تعقيدات، ماكو، مجرد تفتيش على الجواز والتذكرة وخلص. زين، بما إنه تسافر على طول، على طول السفر، على طول السفر، لقيت فرق بين تعامل ضباطنا الموجودين وباقي؟ أكيد. شنو الفرق؟ الفرق يعني ماكو ذيك الحدية اللي كانت موجودة سابقا، هسه لا شوي الأمر أحسن، وإن شاء الله القادم يكون أفضل. إن شاء الله القادم يكون أفضل. إن شاء الله. إن شاء الله بوجود. يعني اليوم كمواطنين قابلين على هواي أشياء. الحمد لله أحسن بهواي. إن شاء الله. الحمد لا 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 بالعكس، يعني اهم شيء بس فقط ملاحظة واحدة، هي خروج المواطنين من المطار القادمين اللي يجون، ايضا هماتين لازم تاكسي وما تاكسي، فلو يسهلون اجراء خروج المواطنين ايضا من المطار بسيارات الشخصية يكون بعد افضل، ويكون الموضوع طبيعي. اللي يجي بسيارته يخليها بالجراج بامكانه يرجع. تمام، بس اللي يجي مو بسيارته مثلا يحب شخص اخر يجي عليه، اهله اقاربه، ما يقدر يدخل. تمام، لو مو تمام هذا الموضوع اهماتين شوي، بس هذا الموضوع لا اكثر ولا اقل. اذن فقط هاي النقطه. تمام، شكرا جزيلا صديقي. انا وسهلا، مرحبا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم بتغطيه حلقتنا لهذا اليوم، خليكم معنا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم، واحنا الان بمختبر فحص الوثائق والجوازات بمطار بغداد. سياده العقيد، خلي نتحدث عن هاي الاجهزه اللي موجوده وشلون يتم التعامل معها، خصوصا انه هالمختبر فتحته جديد. هذا المختبر هو مختبر فحص الوثائق المزوره. فحص الوثائق المزوره عليه كادر متخصص من الضباط المنتسبين اللي مثل ما ذكرت سابقا داخلين عده دورات داخليه وخارجيه، والحمد لله انه قدروا يثبتون جدارتهم بهذا المجال، والقينا القبض على كثير من الحالات المزوره، وراح يتحدث بها النقيب احمد كريم ضابط فحص المختبر. نقيب احمد، شلونك؟ شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. طبعا جهود جباره خلف الكواليس. رحم الله والديك. طبعا المختبر تاسس سنه 2009 بجهود منظمه الامم المتحده، منظمه الهجره الدوليه والاي او ام، يزودونا بالأجهزة وبعض النماذج الجوازات موجودة اللي تصدر حديثا، الجهاز يحدث تلقائيا، أبدية تلقائي، يعني يوميا ما يقارب حالة حالتين تقريبا، حاليا 600 حالة تزوير اللي مباشرة إلى أوروبا أو ترانزيت. يعني يوميا أكو حالة؟ أي يوميا تقريبا، يوميا أكو حالات، مثل ما تلاحظ أكو حالات الشبيه، وأكو تزوير، أكو تلاعب بالجواز، تاريخ المواليد أو تاريخ الانتهاء، وهاي الأجهزة الموجودة عندنا هي اللي تكشف كل شيء، بالإضافة إلى أي كادر يجي للمطار يدخل دورة تقريبا أسبوع 10 أيام حتى يتعلم الشغل. هو بالبداية أنت حتى تعرفه مزور لما مزور يصير عندك شيك، لو عندك أوليات؟ هي طبعا أكو شيك، أكو حالات تجينا مثلا اتصالات، يعني نعم، عن معارف أو كذا. زين، هيك أصلا. زين، عملية قد تستغرق حتى يعني حسب التحقيق. التحقيق يعني مثلا أكو حالات بخمس دقائق تنعرف، وأكو حالات ساعة ساعتين مثل ما تفضل السيد العقيد. أهم شيء أمن البلد. ما شاء الله، إن شاء الله أمن البلد، والبلد عامر بيكم وبجهودكم. إن شاء الله. لأن ما شاء الله جهود جبارة، يجوز ممكن أغلب الناس اللي جاي تشاهدنا ما تعرف شكو موجود خلف الكواليس، خصوصا وأنتوا
يعني اللي عرفته 48 ساعة ومتواصل. نعم دو. نعم 48 ساعة شفتات. أنا سيادة العقيد قال لكم جهاز إن شاء الله خلال الأيام. إن شاء الله خلال الأيام القادمة. قد راح يخدمكم. طبعاً يشيل من عندنا الشغل، إحنا عندنا هذا الجهاز الأحدث شيء هو حالياً، يعني أغلب مطارات العالم ما بيها، مطار بغداد بي، وهذا الجهاز القديم والإضافة إلى الجهاز الأحدث اللي راح يجي خلال أسبوع 10 أيام إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. العقيد إنه اليوم إذا أجى هذا الجهاز أو يجي جهاز واحد لو راح يجيبون أكثر بعد. والله حالياً هو جهاز واحد، بس إن شاء الله يفي بالغرض إن شاء الله. زين. بوجود الضباط. وهذا الجهاز يعني ان شاء الله نفي بالغرض وان شاء الله ما تعبر علينا اي حاله مزوره ان شاء الله. واحنا نتفاخر انه يعني من اكفأ الضباط حاليا بالمختبر ولهم باع طويل بهذا المجال، وما شفنا اي حاله تزوير عبرت عليهم خلال هاي الفتره ما شاء الله، كلها كشفوها كلها بينت الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله بوجودكم ان شاء الله نكمل ان شاء الله سيرتنا بعد انا وياك بجولتنا. نعم مشاهد الكرام، بالتالي انا حتى لا يفوتني فد موضوع اريد اتحدث به، انه فعلا اليوم يمثلون سلطه البلد، واشيد بزيكم وبترتيبكم حتى الناس اللي مختاريهم كلغه كزي موجود. ان شاء الله يا رب التوفيق، وان شاء الله يا رب العراق عامر وامن بوجود مثل هيك ناس تعمل من أجل خدمة البلد وتحسين وأيضا الحفاظ على سمعة العراقيين. سيادة العقيد، طبعا الورد يستاهل ورد، وهاي الباقة من مدير قناة السيد زين باعتبار أنه اليوم جهود جبارة جاي تبذلوها، ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يوفقك، وشكرا جزيلا كل كادر قناة الأيام وعلى حضوركم وتواجدكم ودعمكم لوزارة الداخلية ولقسم الجوازات المطار خاصة. واجبنا ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يحفظكم. نعم مشاهدي الكرام، ختاما تقبلوا تحيات وتحيات كادر العمل، لكن أحب أقول أنه أكو ناس جاي تعمل من أجل خدمة العراق، من أجل سمعة العراق، خصوصا أنه اللي موجودين بمطار بغداد باعتبارهم هم واجهة البلد، سواء لآخر مسافر يريد يغادر العراق أو أول مسافر يدخل العراق. فختاما تقبلوا تحيات وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.